في ألقى هذا المساء محاضرة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات برباط نظمتها جمعية مبادرة خدمات وحلول. سعيد غنام وعبد الهنسكيوي. حصيلة العمل الحكومي وآفاق 2014 هو محور هذه المحاضرة العلمية، والتي أبرز من خلالها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هناك عدد من الأوراش التي تقتضي التواصل مع الشباب، كاين إشكالات مرتبطة مثلا قضايا التشغيل، المقاولات، التنمية الاقتصادية، التوازن المكرو الاقتصادية، الإشكالات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية. فعندنا لقاء مع الشباب مع الطلبة حول هذه القضايا. هناك جهود بذلت مثلا التغطية الصحية الأساسية، مثلا صندوق التكافل العائلي، الحد أدنى للتقاعد رفع ديالو 1000 درهم، مثلا الزيادة في عدد المنح وميزانية المنح بالنسبة للطلبة. وكاين أوراش للإصلاح بحال إصلاح التقاعد، إصلاح النقصات، إصلاح العدالة، محاربة الفساد. هذه أوراش مطروحة سنة 2014، واللي الآن الحكومة بعد اعتماد قانون المالية تنخرط من أجل ربحها. حث الشباب على الانخراط في العمل السياسي والاقتصادي من ضمن الأنشطة التي تقوم بها جمعية مبادرة خدمات وحلول. الهدف ديالنا هو نهتم ونقرب أكثر مما يهتم به الشباب، حيث كنلاحظوا أن الشباب مهتمين بالسياسة ولكن ماشي تخي كونسيون بلي بروغرام ديال الغوفرنمون ديتاي. فيجب باش نوعيو هذوك الشباب باش يقدروا يقربوا أكثر من العمل السياسي ويقدروا يخدموا في التنمية ديال بلادهم بشكل أفضل. هي محاضرة لتقييم العمل الحكومي والذي أعطى للشباب دورا أساسيا في تخليق الحياة العامة والمساهمة في الأوراش الكبرى التي ستعرف.